ماليزيا. انا اليوم كوالا لامبور وكتب رمضان، غنمشي نفطر في بافيليون، غنجرب الاكل الماليزي. بالكالامار، اول مره نشوف ملوخيه بالكالامار. شويه ديال السلطه، رايس ضروري من الروز، هما تشيكن، دجاج، هذا ما عرفتش شنو هو، ما عرفتش الاكله كيف غتكون، ولكن غنجربو ملوخيه بالكالامار. لا يشحال حاره، سبايسي. أول مرة نجرب الأكل الماليزي، غادي تسولوني غتقولوا لي كيفاش جاك الأكل الماليزي، ننصحكم باش تجربوا. على جد تخيلوا معايا هذه 6، يس 6 ونص، ما جانيش النعاس. كتعرفوا رمضان كيتقلب لكم النعاس، داكشي علاش سيت الدرون ديالي. يس غنمشي لواحد البلاصه انتم غادي تشوفوها. كوف باتو او باتو كيف، اشهر المعالم السياحيه هنايا في كوالالمبور، هو معبد للديانه الهندوسيه. وهذا التمثال اللي كتشوفوه دابا كيعتبروه هو الاله الاكبر للهندوسيين. الى بغينا نطلعوا لهاد الكوف اللي كتشوفوا الفوق، اللي كيطلعوا فيه تعبدوا فيهم، خاصني نطلع 272 درجه. 272 درجه كنظنوا انا غادي نطلع 272 درجه ساري يا انا. يلا يلا نطيروا الدرون، ليتس جو. ماليزيا كتضم ثلاثة الأديان، مسلمين وبوديون والهنود الهندوس، لكن الإسلام في ماليزيا هو أكثر انتشارا، وهذا الشيء اللي خلق كثير الجدل حول الماليزيين وش هي دولة علمانية أم دولة إسلامية.
هنايا غنقولوا باي ماليزيا ماي نيكست تريب تو تايلاند. يس كيف العاده كنقول لكم ما تنساوش ديروا سبسكرايب ولايك. باي باي، نتلاقاو في تايلاند. باي.